اخرى الا تحطيتو في هذا الموقف اش غادي ديروا؟ واحد السيد كان كيبغي واحد السيده كان كيحماق عليها هاد السيده دا ميسور شويه ميسور ماديا ميسور الحاله الاجتماعيه ديالو مزيانه الوغ تعرف على واحد السيده حالتها الاجتماعيه عاديه ماشي في خصني نعاود لكم القصه باش من غنعاود لكم القصه وانتم غادي تفهموا ماشي في لو نيفو ديالو ماشي في المستوى المادي ديالو ماشي المستوى الاجتماعي ديالو هكا باش تفهموا علاش قلت لكم هاد الجمله هادي علاش استعملتها غتعرفوها من بعد نعاود لكم القصه كيف ما عاودها لي ولكن بالخلاصه الوغ تعرف على واحد السيده كان كيبغي يتعرف عليها صدفه بغاتو ترونكيل كيبغيو بعضياتهم ابري دو موا شهرين من بعد غيهضر مع الام ديالو وغيهضر مع الاخت ديالو والاخت ديالو الاخرى واخت اخرى كاينه على برا غادي يدخل داروا واحد توقيت معين باش تدخل الاخت الثالثه ديالو باش يتلاقاو مع العائله ديال هاد السيده اللي هو كيبغيها الام ديالو كانت رافضه الفكره ديال الزواج الام ديالو كانت رافضه فكره ان ولدها غيتزوج الوغ مني منك حاول انه يقنعها قنعها بالزواج قال له على الاقل سيري غير شوفي دوك الناس اللي ولديك البنت انا اللي كنبغيها شوفيها كي دايره على الاقل قالت له صافي غنمشي نشوفها داكشي اللي كان ديك السيده مسكينه ما خلاتش من جهدها العروسه اللي غيجيو يهضروا فيها ما خلات من جهدها سمعوا مزيان مستمعين وكل كلمه كنقولها سطروها بالسطر ديروا لها واحد لا لين غوج واحد السطر احمر الاخ كل كلمه غادي نقولها عارف ان غادي توصلكم دغيا وتوصلكم للقلب ديالكم وغتحطوا راسكم في الموقف ديال هذه العائله هذه غادي تحسوا بها ما علينا صافي ديك البنيته ما خلات ما دارت مسكينه حاولت انها تتصدر حاولت انها تشري شي حاجه اكثر من المستطاع ديالها درت ديزيفور باش ملي يجيو العائله ديال داك السيد اللي باغي يهضر معها وباغي يخطبها او باغي نتعرفوا من بعد غندوزوا الخطوبه وهذا باش على الاقل بحال اللي كيقولوا يشوفونا مزيانين جات السيده الام ديالو الاخت ديالو الاخت ديالو الاخت ديالو اول حاجه كومونطاو عليها هي اه لا حوما ساكنين فيها على نيفو اول كلمه او فين عايشين او ما نعرف اش هادشي السيد كيعاودوا لي حيت عاودته له داك السيده ملي دخلوا هما كيكومونطيو كومونطاو من الباب حتى الصالون حتى الماكله اللي نزلات حتى على الشكل ديال العائله اللي هما بحالنا حنا بشر بحال بعضياتنا حنا بحال يعليو راسهم في التريه يشوفوا في الزرابي يشوفوا في الكيسان وديك الضحك اللي من تحت لتحت وديك الهضره في الودنين الناس تحرجوا العائله ديك السيده تحرجوا صافي حسوا ان كاين شي حاجه ماشي هذيك خرجوا بحالهم مشاو بحالهم عرفتوا مستمعين اش غادي دير الام ديال داك السيد اش عارفين مستمعين الام داك السيد اش غادي دير ما تتوقعوش في الراي ديالكم اش غادي دير في رايكم تقدروا تعطيوني زعما التنبؤ ديالكم او التصور ديالكم غتهز التليفون ديالو اش غتقول داك البنت شوفوا مستمعينا هما كيكتبوا لي في الواتساب شفتوا اش قالت له مستمعينا ملي خرجات واحد المستمع قال لي غادي تصيفط لهم شي سخره لا بشرى والله العظيمه بشرى قالت له انتوما ماشي في المستوى ديالنا اوه انتوما ماشي في النيفو ديالنا نتوما غير دراويش وهذا ماشي في المستوى ديالنا وحنا غنحاولوا نقنعوا ولدنا يشوف يعاود يفكر مع من غادي يكون تخيلوا
تخيل سيدي المستمع، انا السؤال اذا تحطيتي في هذا الموقف وهذه القصه والسيد اللي عاود